السني السلفي طرحه واضح، نفسه واضح، ولذلك عائشة استنكرت نفس معاذة لما طرحت بنفس يشابه نفس الخوارج، فقالت أحرورية أنت؟ فمن يطرح لنا طرح الخوارج هذا نفسه في الانترنت، في الواتساب، في تويتر، في الفيسبوك، نفسهم واضح في التأليب العامة، في الطعن في ولاة الأمر، في نقض الجماعة، في إثارة الفتن، في غمز العلماء، كل هذه أساليبهم وهذه وسائلهم موجودة. بالأمس كانوا يملكون وسائل تسجيلات أو مكتبات حافظات الصوت أو ناشرات الكتب أو بعض الإذاعات أو بعض القنوات، وكانوا يحجبون وصول صوت الحق إلى الخلق، ولكن اليوم هيهات لكم، فلا تملكون هذه الوسائل حتى تمنعوا من أن يصل الحق إلى الخلق. فإن تكلمتم في تويتر قام دعاة السنة بالرد عليكم بالتعليق على كلامكم، وفي الفيسبوك وفي الواتساب وفي الوسائل العصرية التي اتخذت الآن سبيلا لتغذية الشباب بالفكر المسموم حتى يتجرعوه وتصيبهم تلك اللوثة كالكلب بصاحبه عندما يصيبه تتجارى بهم. هؤلاء هم أهل البدع والفتن، هذه وسائلهم. لا يفرحون بهذه المحاضرة، لا يفرحون بهذه الندوة، لا يفرحون بهذا التصريح، لا يفرحون بهذا الوضوح، لا يفرحون بهذا الاسم والرد عليهم بأسمائهم. انظروا تعليقاتهم على ما نشر من إقامة هذه المحاضرة وهذه الندوة، غمزا وهمزا ولمزا. لماذا؟ لا يريدوا صوت الحق أن يصل للخلق حتى لا تقطعوا عليهم الطريق. مع من؟ مع أشبه من تستخدم كانت في أفغانستان حتى إذا انغمست في العدو ضربوا الكبسولة وفجروها. يريدون هذه البضاعة، يريدون هؤلاء الشباب، هذه وسائلهم مستخدمة. ولكن يا أيها السني استمر في نشر الحق وبيانه ولا تلتفت لهؤلاء، فإن البغاث بأرضنا يستنسر وهم لا يزالون بغاث، ونسور الحق ودعاة السنة محلقين بها بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله وبهدي السلف لا يلتفتون لهؤلاء. بيانا للحق ونصحا للخلق وثباتا عليه، شكرا لله عز وجل بما أنعم علينا به في هذه البلاد، في المملكة العربية السعودية، على رأسها خادم الحرمين. كم جهود بذلها في محاربة الإرهاب، بل نادى العالم، بل بيّن للعالم، بل خاطبهم بكل اللغات، خاطبهم بكل الأساليب، باللغة السياسية، باللغة الدبلوماسية، بلغة النصح، بإرسال العلماء، ببيان الكتب، ببيان الأحكام الشرعية، بيّن لهم حقيقة هذا الضرر الذي يفسد العالم، وهم يريدون أن يشوهوا الإسلام، هم دسيسة على الإسلام ويتخذون كل الوسائل لهدم دين الحق حتى لا ينتشر في الناس. فكونوا على حذر من هؤلاء، والله لا نجد في هذا غضاضة، وإني لا أتقرب إلى الله ببيان حالهم وفضحهم، وما حييت حتى ألقى الله عز وجل في بيان حال الخوارج وغيرهم ممن نفسهم من أهل البدع التي زاحموا الجماعة. فكل نفس غير السني واضح، نفس التبليغ بدعوة التبليغ واضح، نفس الإخوان بدعوة الإخوان واضح، نفس الذي اتخذ الدين سلما ليصل به إلى أغراضه الدنيوية واضح، نفس العلماني واضح، نفس الليبرالي واضح، نفس الذي لا يريد الدين واضح. كل هؤلاء تعرفهم، كما قالت عائشة لمعاذة أحرورية أنت؟ فإذا طرح بطرح هؤلاء ولا تبليغي أنت، إخواني أنت، سروري، هذا طرحهم، والله سيتنقشع أساليبهم من المجتمع لأنهم فضحوهم. وإن أتاك قد يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن لا تجده يتكلم في شأن الأمر وولاة الأمر والبلد، بل أنت لو تكلمت في جانب التوحيد غاض عليك أهل الشرك، ولو تكلمت في جانب الاتباع غاض عليك أهل البدع، ولو تكلمت في جانب التوسل والدعاء غاض عليك الصوفية، ولو تكلمت في حقوق ولاة الأمر لقالوا أنت من الجامية وأنت من دعاة الذين مرجئة ومن هذا الكلام. لماذا يقولون هذه القالة وهذه الألفاظ وهذه المستخدمات؟ لينفروا الناس عن سماع أهل الحق، وهم يريدون أن يثنى عليهم، هم خوارج بأي اسم كان.